يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ليس كالأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامله معاملة كما كالأيام الأخرى. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن علة صومه يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. فبان بهذا الحديث أن يوم الاثنين له حيثية، من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. وهذه الاحتفال عموما في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، هو نقول ما موضوع الاحتفال؟ بأي شيء يحتفل به؟ إذا كان يحتفل في ذكرى مولده بأن تدرس سيرته، بأن يذكر بأيامه، بأن ينشر دينه، بأن يدعى غير المسلمين إلى دينه على وفق دعوته وما يرضاه هو صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، فنعم الاحتفال هذا. وإن كان الاحتفال فيه ما يسخطه صلى الله عليه وسلم هو، فلا يمكن أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا.